الآن ينضم إلينا من واشنطن باسم أبو سمية، الكاتب والباحث السياسي. كل عام وأنت بألف خير أستاذ باسم. وانت بالخير، بالصحة والسلامة يا رب. سيدي الكريم، أود في البداية أن أستفتيك في أمر. ما رأيك في نصح بلينكن لحماس وكوادرها بأن يسلموا أنفسهم؟ يعني واضح تماما أنه الموقف الأمريكي والموقف الإسرائيلي لا يختلف عن بعضه البعض. يعني هناك موجة واحدة، يعني يتحدثون عن أنه على إسرائيل أن تجهز على حماس بأي طريقة من الطرق، وهي كانت دائما تقول أنه الولايات المتحدة مع أنه إسرائيل أن يعني تشن هجوم ولكن ليس واسع، بمعنى هو تلاعب بالألفاظ، هجوم ولكن ليس متسع، وأنه يجب أن تراعي يعني وضع وحياة المدنيين، لأنه رفح منطقة صغيرة وفيها اكتظاظ من السكان. يعني معظم الذين نزحوا من مناطق الشمال والجنوب في قطاع غزة لجأوا إلى رفح، وبالتالي المسألة هنا تتعلق بأرواح المدنيين. أما مسألة شن حرب على رفح فهذه مسألة يعني غير ليس خاضعة للنقاش ومتفق عليها بين الطرفين، ولكن يعني المسألة هنا أن يعني إسرائيل تفعل ما تريد. تقصد أن وقوعها محسوم؟ هذا ربما، يعني إذا كانت الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية لا تدري المعلومات التي يعني تتحدث عنها بخصوص هي مع عنوان شن حرب على رفح للإجهاز على قيادة المقاومة، وبالتالي المسألة هنا محسومة، يعني لا جدال فيها. يعني الحرب واقعة بالمفهوم أو الجدول الأمريكي الإسرائيلي، ولكن لا أحد يدري متى، لأن حتى الولايات المتحدة ولا المسؤولين الإسرائيليين يعرفون تماما متى ستقع هذه الحرب، ومتى سيقرر نتنياهو أن يغزو رفح وكما يقول يقضي على قيادة المقاومة ويستعيد الرهائن الإسرائيليين. سأقول لك كيف يمكن من زاوية ما أن يفهم نصح بلينكن لكوادر حماس بتسليم أنفسهم. الآن لن يسلموا أنفسهم، نحن نعرف ذلك، لأن التسليم معناه الانتحار، والتسليم ضد فكرة المقاومة في صلبها، لن يفعلوا ذلك. الآن يمكن أن تقول الإدارة الأمريكية وحتى أن تقول حكومة الحرب في إسرائيل إنه عرضنا عليهم التسليم، لم يسلموا، المذبحة إذن في أعناقهم، وهكذا يغسل هؤلاء أيديهم من دماء يمكن 30,000 شهيد آخر في رفح وربما أكثر، كما فعل بيلاطس وحينما غسل يديه من دم السيد المسيح. نعم هذا صحيح. يعني حقيقة إنه ما تحدث به بلينكن هو تهديد مبطن للمقاومة الفلسطينية. يعني إذا لم تستجيبوا للمطالب يعني بإحداث عمليا الإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار من جانبكم، فإنكم ستذوقون ما تذوقونه من خلال الجيش الإسرائيلي، وستكون دماء الضحايا الذين سيقعون قطعا بعشرات الآلاف نتيجة اجتياح رفح إذا حدث، ستكون في أعناق حماس وفي أعناق المقاومة عموما بحسب السيناريو الأمريكي الإسرائيلي. يعني هذه معركة، ومن يقع ضحية هذه المعركة يعني مسألة عادية جدا. يعني وأنا بعتقد أنه الإسرائيليين لم يأخذوا حق ولا باطل على مدى 8 تقريبا 180 أو أكثر
يوما بشكل يومي، وهناك مقاومة كما كانت في بداية الحرب. وبالتالي المسألة هنا خاضعة لشعارات الأمريكية وشعارات الإسرائيلية عمليا. من يستطيع أن يفعل ما يريد أن يفعله في المقاومة هذه مسألة أخرى وخاضعة للميدان كما يقولون. وبالتالي المسألة هنا لا يمكن الجزم بها بأنه قد يعني سيحدث حادث كثير وخسائر كثيرة في صفوف هؤلاء أو المقاومين، وبالتالي المسألة هنا خاضعة للجدل أكثر منها يعني الجزم في المسألة. سيد باسم، أود أن أستفتيك في شأن آخر. نيكاراغوا اختصمت ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية لأنها تسلح إسرائيل التي ترتكب جرائم إبادة جماعية واضحة وجلية لا يمكن لكل ذي عينين ألا يراها. ألمانيا دفعت عن نفسها وقالت إننا نسلح إسرائيل لأننا يضغط علينا التاريخ. هم يقصدون ما فعله هتلر باليهود والمحارق إلى آخره. السؤال الآن هو، هم يريدون أن يبرئوا ذممهم من محارق هتلر بتسليح إسرائيل التي ترتكب ما يشبه محارق هتلر لكن الضحايا فلسطينيون هذه المرة؟ أليس هذا منطقا عجيبا ومعوجا سيدي؟ هذا ليس منطقا بالمطلق، يعني عمليا يعني وكأنه ألمانيا تشارك إسرائيل في إبادة الفلسطينيين كما فعلت دول أخرى منها الولايات المتحدة وبريطانيا وكذلك فرنسا. وبالتالي يعني يجلسون ويتباكون عن الذين يعني يتعرضون للقتل من الفلسطينيين سواء في أوروبا أو المجتمع الأوروبي أو حتى الولايات المتحدة، ولكن يبدو أن المسألة هي مجرد نفاق سياسي ودجل، وبالتالي لا أحد منهم يقول الحقيقة في هذه المسألة. الحقيقة هي أن الفلسطينيين تعرضون لما أشبه ما حصل في 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 الماضي، وبالتالي المسألة هنا تتعلق بحياة فلسطينيين سواء بالقتل أو حتى التجويع، ويعني هناك الكثير من الأشياء حدثت للفلسطينيين لم تكن تحدث في الماضي في أي مجتمعات دولية حتى في المجتمع النازي. يعني المسألة هنا إنه يعني هؤلاء الذين المدنيين الذين يقتلون في قطاع غزة يعني كلهم ليسوا الذين يعني كانوا في المعركة. غالبية الذين قتلوهم من النساء والأطفال والذين يعني قتلوا تحت الأنقاض، وهذه مسألة يجب أن نلتفت إليها، ويجب على المجتمع الدولي أن يقول الحقيقة وأن يعني أن يوقف هذه الحرب، لا أن يعني عمليا يتغزل في دعم إسرائيل ويقول أنه لها الحق في الدفاع عن نفسها. هذا لم يعد مسألة دفاع عن النفس، إنها إلى الحرب. الحرب إنها ليس فقط من خلال القصف وإنما التجويع. هناك صحيح. منع وصول المواد الغذائية، هذا أكثر من أو يعادل القتل. نقول المسائل الغذائية يعني المواد الغذائية هذا تتعرض للمنع، ما يعني أن إسرائيل تتعمد إجاعة الأهالي وبالتالي التسبب في موتهم جوعا. وهذه مسألة يجب الالتفات لها سواء من خلال المجتمع الدولي أو حتى الغرب أو الولايات المتحدة الأمريكية التي يعني تواصل تزويد بإسرائيل بما تريد من أسلحة وطائرات لكي يعني تمارس القتل الفلسطيني، وبالتالي الذهاب إلى ما يسمى بمعركة أو حرب رفح. أتيت على ذكر دور الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية. كلنا
نعرف بوضوح ما الذي فعلته لدعم تل أبيب بعد 7 أكتوبر دعما مطلقا. لم تخرج عن هذا الدعم إلا ربما مرة واحدة حينما امتنعت عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي الذي طالب إسرائيل بوقف إطلاق النار في رمضان، ولم تنفذه إسرائيل، وقالت الإدارة الأمريكية إنه قرار غير ملزم. تصور سيدي. نعم صحيح. ما أريد أن أسألك بشأنه هو ما قاله المرشح الجمهوري في الأغلب للرئاسة في انتخابات نوفمبر المقبل دونالد ترامب الرئيس السابق، حينما اتهم الرئيس الحالي جو بايدن بأنه موال للفلسطينيين ويناصرهم في كل محفل، وقال إنه يرفض هذه الخصلة في غريمه بايدن، وإنه لو كان رئيسا لأمريكا لا شهد الإسرائيليون كيف سيدعمهم، وليس هذا الرجل البايدن، هذا الرجل العجوز الطاعن في السن الموالي للفلسطينيين. كيف تفسر هذا الكلام الذي أظنه مدهشا للغاية سيد باسم؟ يعني واضح تماما أنه المسألة لا تحتاج إلى تفسير. يعني نتنياهو، أقصد بايدن، هو قال أكثر من مرة هو أنه صهيوني، وإن لم يكن هناك إسرائيل فعلينا أن نوجد هذه البلد. هذه البلد بالنسبة له هي أكثر أهمية من حتى من بلاده، من الولايات المتحدة. وبالتالي بايدن بعيد عن الفلسطينيين كما 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 بعد السماء، وبالتالي هي مسألة مردودة عليه. وما يقوله ترامب هي مجرد يعني البحث عن خصلات سيئة لبايدن لكي يعني عمليا يبالغ في الحديث عنها. وبالتالي المسألة هنا يعني لا تستحق أن نعلق على تعليق من هذه، لأنه طالما ترامب كان دائما يعني يهاجم نتنياهو في كل محفل وفي كل في كل المجالات، وبالتالي لا داعي لأن أن نقول أنه يعني بايدن أعطل أو أسوأ من ترامب. طيب ترامب في هذه الحالة سيد باسم، والانتخابات الأمريكية سباقها بدأ منذ فترة وما ينفك يزداد احتداما، نعم، لمن سيصوت العرب والمسلمون الأمريكيون وكل صاحب ضمير؟ يعني لمن سيصوت إن كان هذا هو حال المتنافسين يتنافسان ويتصارعان ليثبت كل منهما أنه عاشق إسرائيل أكثر من الآخر؟ واضح أنه العرب والمسلمون أجمعوا أنهم يعني في أغلبيتهم، لنقل يعني حوالي 90% وربما أقل أو ربما أكثر، يعني قرروا أنهم لن يصوتوا لبايدن، لأنه هذا الرجل رئيس الولايات المتحدة في ذلك الوقت هو الذي يعني كان يعني يعطي ما تريد إسرائيل من أسلحة ومن أموال ومن غطاء سياسي، وبالتالي هو يعني على نفس المسلك، هو على نفس الدرجة من المسؤولية عن الحرب ضد الفلسطينيين. وبالتالي كثير من أو أغالبية العرب والمسلمين قالوا أنهم لن يصوتوا لا لذلك، لا لبايدن ولا لترامب. وبالتالي المسألة هنا تتعلق بأنه الذهاب باتجاه المستقبل السياسي المجهول لبايدن أصبح أكثر. أي مستقبل سيد باسم؟ الرجل فوق 80 بشوط، أي مستقبل؟ هذه مسألة أخرى. العمر ليس له، أنا أقول أنه صحيح. هو صحيح. مسؤول سياسي وهو رئيس للولايات المتحدة، وبالتالي طالما هو في سدة الرئاسة هو
أيا كان عمره هذا لا يؤثر عليه، وإنما هو المستقبل السياسي بمعنى أنه عدم فوزه في الانتخابات عمليا. نعم. هذا يعني ضياع مستقبل السياسي. أما أن يعني استطلاعات الرأي الآن تقول في الساحة الأمريكية أنه ترامب أكثر عمليا قبولا لدى المجتمع الأمريكي من بايدن، وبالتالي هو حظوظه تتضاءل يوما بعد يوم، وبالتالي أصبح مستقبله كرئيس للولايات المتحدة في مهب الريح. بالمناسبة ترامب يمكن أن يتلقى ضربة قاصمة إذا ما حكم عليه في قضية دفع نقود لشراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز سيد باسم. وهو أمر يبدو لنا ونحن على مبعدة من الولايات المتحدة الأمريكية غريبا جدا، يعني العلاقة مثبتة، ما حدث ثابت، المشكلة هي في أنه دفع نقودا لشراء صمتها. هذا يبدو بالنسبة لنا على الضفة الأخرى من العالم غريبا جدا. ويبدو أنه هذه لم تكن المرة الأولى عمليا، هو معتاد على مثل هذه المسائل. وفي السابق كان المحامي الخاص به كوهن قد أدلى بإفادة أمام المحكمة بأنه هو بالفعل اشترى صمت هذه المرأة كي لا يعني تفضح سره عند زوجته عمليا. وبالتالي لدى ترامب الكثير من القضايا سواء الجنائية أو غيرها، هناك حوالي يعني ربما 41 من 80 قضية تم إسقاطها في الماضي، وبالتالي ما زال أمامه الكثير من القضايا التي سيحاكم بها أمام المحاكمات، وبالتالي هو يعني عمليا في مأزق كبير، ولا أحد يدري في المستقبل ما الذي سيحل به. هل سيواصل التقدم للمخاطب للانتخابات أم سيعتزل؟ وهذا لا يعني في علم الغيب، لا أحد يعلم. صحيح. ما ممكن أن يحصل. صحيح. معه في الأيام القادمة، والمفاجآت واردة قطعا سيد باسم، وبيننا وبين نوفمبر أشواط وأشواط، وستحدث فيها الكثير من المفاجآت، أنا متأكد من ذلك. أشكرك شكرا جزيلا سيدي الكريم السيد باسم أبو سمية، أرجوك استمتع بطقوس الاحتفال بعيد الفطر المبارك، كل عام وأنت بألف خير. بالمناسبة سيد باسم، ما الملمح الرئيسي لاحتفال أهلنا من العرب والمسلمين الأمريكيين بعيد الفطر؟ عادة يذهبون إلى المساجد لأداء الصلاة، ويعني المعايدة على بعضهم البعض لا شيء أكثر، ربما يذهبون مع عائلاتهم لأماكن للترويح، وبالتالي لا يوجد ما أكثر من ذلك في هذه البلد، إلا ربما التقاء العرب والمسلمين مع بعضهم البعض تبادل التهاني. تفتقدون إذن الكحك المصري والكعك المقدسي إلى آخره إلى آخره. إن شئت أرسلنا لك شيئا من ذلك سيد باسم، كل عام وأنت بألف خير. سيد الكريم أسعدنا كثيرا وجودك معنا من واشنطن. بألف خير من واشنطن السيد باسم أبو سمية الكاتب والباحث السياسي.